قال السيد خالد الرميحي الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية إن المجلس يواصل جهوده في استقطاب الاستثمارات في قطاع التقنية نظرا إلى الدور الكبير الذي يلعبه في حصة الاستثمارات التي تدخل إلى مملكة البحرين، مضيفا أن المملكة تسعى إلى خلق بيئة حاضنة للشركات العالمية المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية الفنتك، بالإضافة إلى تشجيع رواد الأعمال البحرينيين الذين يأتون بأفكار إبداعية جديدة. وذكر الرميحي أن الفنتك سوف يؤثر إيجابا على العديد من القطاعات، منها قطاعات الصناعة والخدمات اللوجستية والتجزئة. طبعا التكنولوجيا تأثر على كل قطاع، احنا ننظر الى القطاعات الرئيسية، القطاع المالي الان البحرين لها سمعة عالمية في مجال التقنية المالية الفنتك، فهذه طبعا بدون شك يأثر على البنوك التقليدية، هي لازم تتأقلم مع هذه الواقعة. فالان ننظر الى البنوك تتأقلم، تدخل نافذة إلكترونية تسهل الاجراءات بالنسبه حق المعاملات الى بالنسبه حق الزباين. الصناعة هناك لقب جديد يسمى باندستري 4.0، يعني المجال الجديد للصناعة. فاحنا نريد نفكر في كيف يكون مجال للبحرين. عملنا دراسة الان في يعني مرحلة متقدمة، وإن شاء الله نعلن عن خطة جديدة قبل نهاية السنة على إدخال هذه الصناعة وإدخال هذه التقنية إلى الصناعات المحلية، وفتح المجال أيضا إلى الشركات المحلية إن كانت خاصة أو عامة أو حكومية إلى إدخال هذه التقنية. نبي أول شيء نشجع إدخال التقنية في الصناعات الموجودة وأيضا تشجيع صناعات جديدة. أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة عن تدشين خدمة عقود الشركات ضمن باقة الخدمات المقدمة في نظام سجلات. وأوضح الوكيل المساعد للسجل التجاري والشركات بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة السيد علي مكي بأنه ومع تدشين خدمة عقود الشركات سيتعين على المتعاملين فقط إدخال البيانات الخاصة بهم، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في تسهيل الإجراءات وزيادة سرعة إنجاز المعاملات وتقديم الخدمة بشكل أفضل، وذلك تطبيقا لتحقيق رؤية مملكة البحرين 2030 والتي تنص على أن المملكة هي المكان الأمثل للاستثمار. أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1408 نقاط بارتفاع نسبته 2%، وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاعات البنوك التجارية والخدمات والصناعة. وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة لهذا اليوم 1,771,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 311,000 دينار تم تنفيذها من خلال 58 صفقة. قال عبد العزيز القديمي النائب الأعلى للرئيس للتكرير والمعالجة والتسويق في شركة أرامكو السعودية إن أرامكو السعودية تهدف إلى تعزيز إمداداتها النفطية إلى أوروبا بمقدار 300,000 برميل يوميا في غضون العامين المقبلين، وتوسع أرامكو رقعة أنشطتها للمصب أو التكرير والتسويق في أنحاء العالم عبر توقيع اتفاقات جديدة وتعزيز الطاقة الإنتاجية لوحداتها لضمان أسواق جديدة لخامها. أوضح تقرير حديث لشركة إكسفورد إيكونوميكس أن التحديات التي سيواجهها الاقتصاد الإيراني مع تشديد العقوبات الأمريكية ستتفاقم وستؤدي إلى انكماش يفوق التوقعات السابقة ليبلغ 7% في عام 2019، حيث توقع التقرير تراجع إنتاج النفط الإيراني إلى 2,400,000 مليون برميل يوميا في المتوسط هذا العام من 3,600,000 مليون برميل يوميا العام الماضي.